أهلا ومرحبا بالأصدقاء الأعزاء وحلقة جديدة من برنامج المرسم في العيد. نبدأ البرنامج يا أصدقاء الأعزاء بفقرة سبحان الله. ما أجمل عالم الورد، عالم جميل جدا. ممكن الصديق أن يختار مجموعة ورود ويضعها أمامه ويقوم برسمها، ممكن أن يرسمها بالأقلام الخشبية بالألوان المائية وحتى بالألوان الزيتية. كل رسام في العالم سابقا وحاضرا رسموا الورود بأجمل لوحات، وراح تشاهدون ما أجمل الورد وخاصة بالألوان الزيتية. براءة الأطفال نشاهدها في أيام العيد السعيد، حيث الفرحة والمتعة والصدق، يعني حقيقة صفات كثيرة يحملها الطفل. وما أجمل الأطفال في أيام العيد السعيد. Thank you.
سين، وكل صديق عنده ألوان، نعم، وعنده ورق أبرو، ممكن أن يرسمون عن العيد السعيد. استثمار واستغلال هذه الفرصة والعطلة الجميلة في أيام العيد السعيد بلوحات فنية. الطبيعة الصامتة لها أهمية كبيرة في رسم اللوحة الفنية. مايد الصديق ينقل الطبيعة من رسامين كبار مثلا، لا، انت ضع أمامك تفاحة، برتقالة، وخاصة موجودة في أيام العيد يا أصدقاء الحلوين، ضع أمامك الموز، العنب، الرقية، نعم الرقية، مسهرية في الوسط، تكوين جميل جدا، والصديق يلهو ويقوم برسم الطبيعة الصامتة، وكل الرسامين رسموا هذا الموضوع بشكل جميل جدا. إذن مع الطبيعة الصامتة. البورتريت عالم جميل جدا، كل الرسامين في العالم يرسمون البورتريت، أي الصور الشخصية، نعم صور الشخصية، قلم رصاص، ممكن قلم رصاص، قلم سوفت، ماجيك، فرشات، نعم، ويبدأ بالتخطيط الرسام بهذه الصورة بهذه الحركة، ثم ينجز لوحة البورتريت مو أكثر من خلال مثلا ساعتين يحصل على صورة جميلة. خلي تكون مثلا الفحم، لا بس الفحم هو لون واحد غامق لون أسود، ممكن الفحم أن نضع مع قلم أو طباشير أبيض، نعم طباشير أبيض، يصبح الأبيض زائد الأسود يصبح رصاصي، فيصبح تكوين جدا جميل. وأترككم مع عالم البورتريت. Thank you.
الوجوه الجميلة تظهر بالألوان الزيتية. الألوان الزيتية بها مجال واسع للرسم، لأن ما يشف اللون خلال ساعة أو ساعتين أو يوم أو يومين، يبقى الرسام يضيف ويحذف. لهذا أكثر العالمين اهتموا برسم الوجوه بالألوان الزيتية. نعم، بالألوان الزيتية ما تنشف، ربما يستمر الرسم بها لمدة 10 أيام. وشاهدوا كم هي جميلة هذه اللوحات. وصلنا الآن يا أصدقاء الأعزاء إلى فقرة الطباشير والصبورة. كلمة عيد سعيد بخط التعليق. شاهد يا أصدقائي خط التعليق بهذه الصورة، هاي العين. نعم، يكتب بهذه الطريقة، النقطة كبيرة جدا. نعم، عيد. خط التعليق أكثر الخطاطين يجيدون هذا الخط حقيقة. عيد سعيد، النقطة كبيرة يا أصدقائي، تختلف عن خط نقطة النسخ أو الرقعة. شوف عيد، صار عندي بهذه الطريقة أجمع هذه الحروف. عيد سعيد، هذا خط التعليق أو ما يسمى الخط الفارسي، ولكن خط الرقعة يختلف يا أصدقائي عن هذا الخط. نعم، لأن النقاط كبيرة. شوف العين، الياء، الدال، سين، عين، ياء، دال، تكتب بهذه الصورة. نعم، عيد سعيد، سين، الياء والدال، يكتب بهذه الطريقة، عيد سعيد. هنا يختلف، هنا الخط يختلف يا أصدقائي، شاهدوا هنا عندي اختلف الخط. هذا خط تعليق أولا، وهذا خط الرقعة. إذن هذه الخطوط ممكن الصديق أن يتعلم على كتابتها وتنقيط الحروف بشكل صحيح جدا يا أصدقائي. Thank you.
دعوة للأصدقاء في أيام العيد السعيد رسم مجموعة ورود، نعم، كأنما يكون كارت بطاقة جميلة. بهذه الصورة يا أصدقائي راح أرسم لكم هذه الورود ومع الموسيقى، ولكن أريد الصديق أن يتعلم على طريقة الرسم بالشكل البسيط والصحيح لهذه الورود الملونة. إذن بعد مضي دقائق يا أصدقائي نحصل على هذه الحركات البسيطة لرسم الورود، وأنا حقيقة هي تلكم يا أصدقائي هذه اللوحة البسيطة جدا عن عالم الوريد. نعم، بهذه الصورة هذه الورود، شاهدوا نفس القاعدة بالضبط، نفس الطريقة، سواء هناك التخطيط بالطباشير الأبيض، هنا أنا اعتمدت على الألوان. إذن الصديق ممكن أن يرسم لوحة عن عالم الوريد في أيام العيد السعيد ويقوم بإهدائها إلى الأب، الأم، المعلمة، المعلم، من أجل أنه مسألة توثيقية أنه بأيام العيد السعيد نعم تم الإهداء لي هذه الورود الجميلة. يحرص البرنامج أسبوعيا على طريقة مزج الألوان. نعم، خلي الصديق يضع أمامه مجموعة ألوان وفرشات وماء إذا كانت ألوان مائية أو أكريليك، ويبدأ بوضع هذه الضربات السريعة، نعم يا أصدقائي، على الكرتون، على الورقة، وبعد ذلك أن تنشف الخلفية الباكجراوند، يبدأ برسم الموضوع من أجل أن يحصل على لوحة جميلة من خلال مزج الألوان. وشاهدوا هذه اللقطات البسيطة التي يحتفظ بها البرنامج عن طريقة مزج الألوان. Thank you.
وصلنا الآن يا أصدقاء الأعزاء إلى مسك الختام، وأقول لكم إلى اللقاء.